يقول السائل: هل يلزمني أن أغير المنكر عندما أراه في كل مكان، خاصة في الآونة الأخيرة؟ قد انتشرت المنكرات في كل مكان بشكل كبير. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع نظاما في هذا، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الذي يستطيع إزالة المنكر بيده هذا هو الذي له سلطة وله قدرة، كالإمام والأمير وعضو الهيئة أو صاحب البيت في بيته، هذا له سلطة يغير بيده. أما الإنسان اللي ما عنده سلطة هذا يغير باللسان، بأن ينصح ويبين ويعظ الناس ويذكرهم، وكذلك إذا لم يمتثلوا يبلغ عنهم أولاة الأمور. هذا الإنكار باللسان. فإذا لم يستطع هذا ولا هذا، ما عنده سلطة ولا عنده قدرة باللسان، فينكر المنكر بقلبه ويبغض أهله، ولا يجلس معهم، يبتعد عنهم ولا يخالطهم حتى يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى.